التركي مش مو فقط مشروع، لكن كان بدعوة من الحكومة العراقية، وأنا بعيني يعني تابعت تصريحات العبادي بزمان رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، اللي هو طلب بنفسه من حكومة تركيا التدخل لمساعدة العراقيين في الخلاص من داعش والمشاركة. فكان الموقف واضح جدا. تغيير الموقف الآن يعني هو اللي يثير علامة استفهام كبيرة جدا. المتضرر لأكثر من العراق هو حقيقة هم تركيا، باعتبار الموصل قريبة من حدود تركيا بشكل كبير، يقطن فقط مدينة الموصل ما يزيد عن 1,000,000 شخص فقط المدينة، يعني مو فقط قصوة الموصل. وهذا قد ينذر بموجة نزوح يعني كبيرة جدا، لا تستطيع لا أقليم شمال العراق ولا تستطيع حتى تركيا يمكن من استيعابه. فلذلك يعني مخاوف تركيا حقيقية ومواقف تركيا مشرفة حقيقة. أنا أذكر يعني من تعرض الأنبار لهجمة شديدة وموجة نزوح كبيرة، يعني المواطن العراقي أصبح في حيرة من أمره، يدخل بغداد ما يسمحوا له يدخل بغداد إلا بكفيل. من الوقت اللي يعني فخامة الرئيس أردوغان صرح أن المواطن الأنباري يستطيع أن يدخل تركيا بدون جواز، وفي تلك المرحلة تحديدا فعلا مئات المواطنين دخلوا تركيا من دون جوازات حتى، وترتبت لهم الأوراق قانونية وإقامات قانونية، وكان استيعاب واستضافة تركيا للمواطن العراقي يعني محط فخر وشرف للعراقيين قبل الأتراك حقيقة. فلذلك يعني أي معركة أكو جملة مخاوف بأبعاد مختلفة. البعد الأول المناطق هي مناطق يعني يقطنها العرب السنة والتركمان وقليل من الأقليات الأخرى، إذا كان كلها آشوريين أيزيديين والعرب الشيعة وهكذا. اللي حدث بعض المناطق المختلطة صار تغيير ديموغرافي حقيقي، يعني أفرغت قرى كاملة من سكانها الأصليين من غير أن يعودوا إليها مرة أخرى بعد تحديدها من داعش، وهذا سيناريو تخوفوا منه كثيرا. يعني تذكر أحداث الفلوجة يعني بالصقلاوية والعامرية وشمال العامرية، يعني مئات الأفراد غيبوا ما نعرف يعني بسبب وجود الحشد الشعبي، والحشد الشعبي مو مؤسسة رسمية حقيقية بحيث تقدر تعرف تفاصيلها وتخضع لمراقبة حكومية أو مراقبة، يعني ممكن أن يخترقها أي إنسان، ممكن أن بعض الأفراد يقومون يعني أفعال إجرامية ما تتناسب طبيعة الموقف الموجود من وجود هذه القوات على الأرض. فلذلك التخوف الحقيقي من المواطن اللي استهدفت يعني محافظاتهم واستهدفت يعني مواطنهم مخاوف حقيقية، والمخاوف التركية أيضا مخاوف حقيقية. يعني تركيا الآن ما يعني تستضيف ما يقرب 1,000,000 عراقي، يعني لا بغداد ولا بعض المحافظات قدرت تستوعب هذا العدد. يقينا يعني الآن الكلام عن أنه تركيا يعني متطفلة أو دخلت بصورة غير شرعية كلام حقيقة لا يقبله المنطق السليم ولا العقل الصحيح. مواقف تركيا مشرفة، مخاوف تركيا من ما يحدث على الأرض. طبعا قبل ما نتكلم عن قضية المكونات، احنا خلنا نعترف بحقيقة مرة هي أنه العراق مو بلد مواطنة، العراق بلد مكونات، والمكون الأضعف هم المكون العربي السني والمكون التركماني، بينما المكونات الأخرى الكرد لهم وضعهم وأكو رعاية دولية لهم، العرب الشيعة هم أصلاً اللي يحكمون. المكون العربي السني والمكون التركماني اللي هو يعني يشترك مع الأخوة الترك بمشتركات كبيرة جداً لا حامية لهم. فمن الطبيعي جداً أن تهتم تركيا بهذا البعد، رغم أنه تركيا يعني بطبيعتها يعني مواقفها إنسانية ما تتعامل مع المسائل المذهبية ولا المسائل الطائفية أبداً إطلاقاً، لكن هذه حقائق. يعني الآن موجة النزوح اللي لازمت تحرير الأنبار من داعش، هذه الموجة يعني وصل إلى تركيا من الأنبار مئات العوائل، يعني آلاف الأشخاص، وهي منطقة بعيدة نسبياً عن تركيا. فكيف إذا الموصل منطقة قريبة من تركيا، ترتبط الموصل يعني بتركيا بعلاقات وثيقة يعني تقترب من 400 سنة. يعني من غير المنطق بمكان الآن الكلام على أنه وجود تركي في بعشيقة أو في الموصل أو في تحرير الموصل وجود يعني طارئ أو دخيل، هذا كلام لا إحنا عراقيين نتقبله حتى لو صرح به العبادي أو غيره، لأن العبادي بنفسه أن يتناقض مع نفسه هذا يقعد بمشكلة إحنا العراقيين. يعني ثبات المواقف من ثبات المبادئ،
فما يعني ما مقبول من رئيس وزراء ان يعني يقف في يوم ويطلب المساعده من الاخوه الاتراك وبعدين يبذلون الغالي والنفيس وياتون ويدربون العشائر الموجوده هناك وبعدين نتنكر لهم ونقول لهم تعالوا طلعوا. زين شنو اللي حدا ما بدا؟ شنو اللي اختلف؟ يعني هذا يثير الريبه والشك في نفوسنا احنا العراقيين قبل غيرنا. اذا هناك قد يكون استهداف لاهل الموصل، استهداف للبنيه التحتيه الاجتماعيه للموصل نفسها باعتبار الموصل من اكبر ثاني اكبر محافظه بالعراق من حيث النفوس.